لك الامتحان وغششتك ووريتهولك وفي الاخر برضه لسه الاجابه مش كامله. فين صالح جمعه؟ فين وليد ازارو؟ فين مروان محسن؟ نبدا من صالح جمعه زي ما انت عايز. يعني هو كنا حتى كنا بنتكلم عن خاطر النهارده شفت الخطوه ازاي؟ انا شايف الخطوه ان فرصه اخيره. بص اخر فرصه ماشي وجات لك من السماء ومن حيث لا تحتسب وفي وقت ما فيهوش امل خالص. كان ربنا بعت لك امل كده جديد او نور جديد تمشي عليه. صالح جمعه يعني يكاد يكون انضبط بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره بعد ما كان وزنه زايد بدا يتراجع الوزن وينزل يجي 7 8 كيلو بدا ينضبط في الجيم يسمع الكلام لعيبه الاهلي شافوا فيه كده ده صحيح راحوا عاملين المبادره بقياده الشناوي وراح داخلين لديفيد سيزا حصل تواصل مع فايلر الامور خلصت وتمام مفيش مشكله ما دام هو عايز احنا معاه القضيه ان هو يبقى عايز ده وينفذ ده ويلتزم بده تمام. واعتقد ان صالح لو التزم هيبقى واحد من اللعيبه اللي هم في النادي الاهلي طبعا وفي منتخب مصر غير عاديه حلو وفي منتخب مصر وليد ده صالح وليد ازارو يعني كان في بصيص من الامل ان يجي لو كان فايلر بس سامع ان فايلر فتح صفحه جديده كده سامع ما عنديش معلومه دي ما عنديش معلومه مقتنع انا مقتنع انا وليد ازارو ده مهاجم ما حصلش من وجهه نظري يعني وجهه نظري القدر يقول لي ده بقى احسن طبعا طبعا واحسن من الموجودين جوه النادي من وجهه نظر مهاجم كويس وبجد ده مهاجم هايل خلي بالك بجد ده مهاجم هايل ده مستقبل كبير يعني لكن خلينا نتكلم على ازارو فازارو يعني اعتقد مع عوده فايلر الامور ممكن تبقى صعبه شويه فممكن يعني عوده ازارو إيه؟ هل هتسرع اغششك بقى برحيل جيرالدو برحيل جيرالدو نعم طيب مروان محسن الاهلي هيجدد له انا حسب معلومات الاهلي جدد له موسمين لا لسه ما جددش يعني بس هيجدد يعني امور خلاص يعني مروان ما فيش اختلاف بالنسبه له طيب. ما فيش صعوبات يعني اعتقد من المعارين وما هي صفقات الاهلي انا المعارين راجعين اللي راجعين في ظني اكرم توفيق من تمام. الناس الاولين صح محمد شريف مطلوب بدرجه كبيره جدا رغم تمسك الكابتن حلمي طولان بيه بشكل كبير جدا ثالث دول يعني دول ثالث بس انت نسيت تغششني عمار حمدي عمار من المواهب المهمه جدا وفي محمد عبد المنعم بس مرتبط عودته بانه يلعب في سموحه لو لعب في سموحه هيرجع تمام دول المرشحين طبعا لكن الاهلي طبعا ما زال جاري البحث بقوه عن مهاجم يعني من طراز خاص طاهر اخباره ايه؟ طاهر يعني طاهر اعتقد ان تقريبا خلطان بالنسبه للنادي الاهلي لا مذاكر يعني انت مش عارف